او ميليشيات او معرفش ايه، مدربين يدخلوا بياخدوا فلوس، تجار سلاح معرفش ايه الليله دي، كل دول اتفهم ان هم يبقوا عايزين يعملوا عمليات كده. انا مش قادره اتفهم انه حد قاعد في بيته عادي يعني زينا كده، يعني طبيعي يفرح او يتشفى في موت مثلا جنود او يقول لك يستاهلوا. عشان التراخي، ما احنا دلعناهم. انا مش قادره ما افهم في دلع. ليه طيب الدوله تعاملت بدلع مع ناس قالوا ادبهم وكتبوا وطلعوا على الفضائيات واتكلموا كلام. الدوله، انا بتكلم بصراحه، الدوله اتعاملت مع ناس قليلات الادب بنوع من التراخي خلاص. فلو استمر هذا الوضع انا الحقيقه ما اضمنش يعني الامر ينذر بقى بتفجير يعني بتفجير اجتماعي. يعني هي احنا خايفين ان الموضوع يحصل، ان الشعب يحمي نفسه بنفسه، يحمي نفسه بنفسه من ناس بتقل ادابها عليه وبتشتمه. يا جماعه يا جماعه، ده لو فريق كره قدم زمالك ولا اهلي، مش تجاوزت الشتيمه من زمان. بنقول يعني بنقول للمشجع احترم الجمهور المنافس، احترم الجمهور المضاد. ما اقدرش دخل يعني دخل فيه ناس عيال بتتيت يعني على طول، يعني فكره ان انا بقى حد بشتغل وامن في بيتي ولا نازل تحت بيتي ولا بعمل حاجه بخدم، يعني بشتغل ما بعملش حاجه ما باذيش حد، يعني انا بشتغل. وتجاوزنا بقى مرحله الشتيمه او التطأ، لا بقينا نقتله ونيتم عياله ونيتم كده ونرتاح للموضوع ده. فهو هي دي بس اللي انا مش متقبله، الناس العاديه الطبيعيه تلاقي ستات او تلاقي بنات او تلاقي كده يقولك يستاهلوا. دي اللي مش قادره، يعني دي بتخض قوي ومش بفهم ازاي تبقى مثلا ام او 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 كده ممكن مش تتقبل الموضوع ده. اللي انا مش فاهمه تسكت لهم ازاي؟ مين تسكت لهم؟ انا يعني مش عارف. انا بص يا جماعه، اي واحد حد يستفزك يعني بكلمه زي دي اقلع جزمتك واضربه، مفيش هزار. ما احنا مش في غابه يا فضيله الشيخ. قولي حضرتك، قولي تاني. احنا في غابه. كويس انك قلتي يا جماعه، انا بقول لكم احنا في غابه، البقاء فيها للاقوى. انا هاخد كلمه الشيخ. ما هم هم ماشيين بالطريقه دي يا فضيله الشيخ. احنا في غابه، البقاء ما هم ماشيين بده، ما هم ماشيين بالكلام ده يا فضيله الشيخ. قدها ودود يا ست الكل. لا ما هم احنا مش عايزين كده. مش قدها نقعد ونلبس النقاب، اسمعيني حضرتك، نقعد نتلف بالملايات ونقعد في تحت السراير. لو مش قدها يا جماعه، لو هم ماشيين بده وانتم مش قادرين تنزلوا الماتش، خليكم بقى الحقيقه اتفرجوا من المدرجات وانتم لابسين البطاطين. لو مش هنقدر ان احنا نقاوم العنف بالعنف والقوه بالقوه، يبقى نقعد بقى نتخفى، كل واحد راجل يشوف له نقابه ويقعد وراه. لكن ما هم بيقولوا كده. اللي هيغلط في جيشك يعني، اللي هيغلط في جيشك اضربه بالجزمه. باختصار انا اول مره استخدم المصطلحات دي، بس أيوة انا غصبين عني دلوقتي فكره انه انا دلوقتي